السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات، هذا الفيديو موجه إلى كل مستخدمي الإنترنت سواء كانوا يستخدمون نظام تشغيل ويندوز أو لينكس أو الأندرويد أو الأبل أو غيرها. الهدف من عنده هو فقط شرح أساسيات التعامل مع محركات البحث والجوجل بشكل خاص. السبب اللي دفعني لتسجيل هذا الفيديو هو أنه هناك الكثير من الأخوة والأخوات المختصين أيضا في مجال الحاسوب، يعني عندما نقوم بنشر أي شيء حول البحث في الجوجل يتساءلون عن كيفية عمل ذلك. فالظاهر أنه الكثير من الأخوة والأخوات يعني لم يصلوا إلى حد الآن إلى مرحلة احتراف البحث في الجوجل، علما أنه هي هذه واحدة من أهم المهارات المطلوبة في عالم اليوم، لأنه من المستحيل أن هناك شيء من المستحيل أن هناك شخص يعرف كل شيء، ولكن الجوجل هو الأداة الرئيسية التي تساعدنا لمعرفة الأمور والبحث عن الأشياء التي نحتاجها يعني في بشكل شبه يومي. عادة في نظم التشغيل، يعني نفترض أنه سواء كنت تستخدم الحاسوب أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، لديك ما يسمى بالمتصفح البراوزر، وطبعا هناك الكثير من الأنواع. النوع اللي أنا أفضل أستخدمه هو الجوجل كروم، لأنه راح يكون متوافق يعني كومباتيبل بشكل كامل مع محرك البحث الجوجل. مجرد فتح هذا الموقع راح يطلع لنا الصفحة الرئيسية. إذا أردنا أنه نذهب مباشرة إلى الموقع الرئيسي للجوجل، مجرد أنه نكتب www.google.com راح تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بمحرك البحث الجوجل. طبعا يمكن هنا كتابة أي شيء نبحث عنها، أو يمكن يعني استخدام البحث الصوتي، إذا أردنا نستخدم البحث الصوتي، هندسة الحاسوب. لاحظ أنه راح يظهر عندنا مثلا يعني مجرد الشيء اللي يعني نقوم بذكره راح يقوم بالبحث عنه وإظهار الكثير من النتائج. إذا كنا مثلا نبحث عن شيء باللغة العربية، طبعا نكتبه باللغة العربية لتظهر النتائج باللغة العربية. إذا كنا نبحث عن شيء باللغة الإنجليزية، أيضا يفضل أنه نكتب باللغة الإنجليزية لكي تكون النتائج باللغة الإنجليزية، وهكذا. ترتيب النتائج في الجوجل يعتمد على أهميتها، يعني الأهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية وهكذا. طبعا آلية ترتيب هذه النتائج يعني هي عبارة عن خوارزميات معقدة جدا، يعني هي خارج نطاق هذا الفيديو، إلا أنه بشكل عام إذا كنا نبحث عن فد موضوع معين، مجرد أنه نكتب هذه الكلمات التي نبحث عنها، كلما كانت عدد الكلمات اللي نكتبها أكثر، كلما كان نوعية النتائج راح تكون أفضل، لأنه راح تزداد التخصيص. يعني إذا كتبنا هندسة بصورة عامة راح تطلع لنا كل الأمور اللي تتعلق بالهندسة بكل أنواعها. إذا ذكرنا هندسة الحاسوب راح تطلع عندنا كل الأمور الخاصة بهندسة الحاسوب. إذا أردنا نضيف عليها فد شيء معين، مثلا كورسات، راح تكون هندسة كورسات لهندسة الحاسوب، يعني الأمور راح تختلف أيضا. طبعا هناك الكثير من الأمور الخاصة بهذا الموضوع. إذا أردنا نبحث عن بحث عام اللي هو هذا الصفحة الرئيسية، وإذا أردنا نبحث عن أمور تخص الفيديو فقط، راح يظهر لنا كل النتائج اللي هي خاصة بكورسات هندسة الحاسوب اللي هي فقط فيديو. إذا أردنا نبحث عن صور تخص هذا الموضوع، أيضا راح تظهر عندنا كل الأمور الخاصة بهندسة الحاسوب. إذا أردنا نبحث عن الأخبار أو الخرائط أو المزيد وغيرها من الأمور الأخرى. إذا أردنا نرجع إلى الصفحة السابقة، مجرد النقر على هذا المكان حتى نصل إلى الصفحة الرئيسية. طبعا مثل ما ذكرنا، يعني إذا كنت تبحث عن أمور باللغة الإنجليزية ولتكن مثلا داتا مايننج، راح يظهر عندنا النتائج الخاصة بهذا الموضوع. عادة يعني أول النتائج تكون من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة بالعربي وبالإنجليزي. هنا طبعا هذه الأمور اللي هي مقترحات البحث عن هذا الموضوع. هنا أيضا يمكن الانتقال إلى الصفحة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من النتائج، لأنه كل صفحة راح تحتوي على 10 نتائج فقط. إذا أردنا أن نخصص البحث أكثر، يعني إذا أردنا مثلا داتا مايننج بصورة عامة، راح تطلع عندنا الكثير من الأمور اللي هي عامة. إذا أردنا أن نبحث عن أمور أكثر أهمية ولتكون مثلا كورسات خاصة بمنهج الداتا مايننج، مجرد أنه نضيف لها كلمة لكتشر، نوتس و PDF، هنا راح تظهر عندنا كل الكورسات اللي هي خاصة بالداتا مايننج مرتبة حسب الأفضل. طبعا يعني إذا نقرنا على الرابط الأول، راح يظهر عندنا كورس الداتا مايننج المقدم من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ هنا السيلبس اللي هي مفردات المنهج، الإعلانات، الملاحظات اللي هي lecture notes يعني اللي هي ملخصات الملاحظات أو المحاضرات، الواجبات الأسايمنتس، البروجكت يعني المشروع الخاص بهذا الكورس والإكزام، وهنا طبعا للاتصال بالبروفيسور الذي يدرس هذه المادة. مجرد النقر على هذه الأمور راح تظهر عندنا هذه المحاضرات اللي هي تكون يعني بصيغة الـ PDF. لاحظ هنا DM1 Data Mining 1.PDF، هذه يمكن تنزيلها مباشرة مثل ما ذكرنا، مجرد أنه نقول سيف، أو يمكن النقر على برنت لطباعتها مباشرة واختيار الطابعة الخاصة ب يعني اللي نحب أنه نطبع الملفات باستخدامها.
طبعا كثير من الاعدادات الاخرى. هذه اذا اردنا انه نبحث عن كورس لماده معينه، لاحظ انه هذه مثلا من جامعه سي اي اس اي، الثاني اللي هو مثلا من جامعه ام اي تي اللي هي ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، هذه ايضا واحده من الجامعات الرئيسيه اللي هي بها موقع كامل اللي هو الام اي تي اوبن كورس وير، يقدم كل محاضراتهم بشكل مجاني. ايضا يمكن الدخول على المحاضرات بشكل فردي عن طريق النقر على هذه مثلا بي دي اف، راح تظهر عندنا المحاضرات واللي هي ايضا يمكن تنزيلها مباشره او طباعتها. اذا اردنا انه ننزل الكورس كاملا، مجرد انه ناتي الى هنا داونلود كورس ماتيريالز، هذه راح ينزل الكورس كاملا على شكل ملف واحد مضغوط، نقوم بفتح الضغط ويعني الوصول الى كل المحاضرات والامتحانات والاساينمنتس اللي هي الواجبات وغيرها. هذه اذا كنا نبحث عن كورسات لمناهج معينه، طبعا نفس الشيء ممكن ان ينطبق على كل المناهج الاخرى سواء بالعربي او بالانجليزي. اذا اردنا نبحث عن نوع الملفات هو تكون بي بي تي اللي هي العروض التقديميه اللي هي بالباوربوينت او البرزنتيشنز، ايضا راح نقوم باستخدام هذا الشيء. راح نلاحظ انه النتائج راح تكون ما بين قوسين بي بي تي، اي انه هذه هي راح تكون عباره عن ملف بي بي تي جاهز للتنزيل واللي هو راح ينزل مباشره عندنا. نفس الحاله يمكن ان تكون للكورسات، يمكن ان تكون لتقارير محاضرات برزنتيشنز، كل الانواع. بالنسبه للاخوه الذين يبحثون عن كودات معينه، يعني بدل انه نذهب الى مواقع التواصل الاجتماعي ونسال انه اريد كود يقوم بعمل كذا وكذا، ممكن بسهوله انه ناتي الى جوجل ونبحث عن كل الاشياء اللي نبحث عنها. وليكن مثلا اذا كنا نبحث عن vb.net with sql مثلا كمثال، vb.net and sql how to insert update delete الى اخره، يعني هذا لاحظ انه راح تطلع لنا كل النتائج الخاصه بهذا الموضوع. وايضا مثل ما ذكرنا اذا اردنا الكل او فيديو فقط راح تطلع لنا الفيديوهات، اذا اردنا صور فقط عن هذا الموضوع ممكن بعض الاحيان الصوره هي اللي تدلينا على الامور اللي نحتاجها بدل انه نقرا موضوع كامل. اذا اردنا اخبار او تسوق او مزيد الى غيرها من الامور الاخرى. اذا كنا نبحث عن امور تخص البحث العلمي مثلا، مجرد انه ناتي الى scholar.google.com، هذا الموقع اللي هو الخاص بالبحث العلمي في جوجل، ايضا نقوم بالبحث عن فد موضوع معين وليكن مثلا الوايرلس سنسر نتوركس، راح تظهر عندنا كل النتائج اللي هي بعضها يكون بي دي اف اللي هو جاهز للتنزيل مباشره، مجرد ان نقرا عليه راح تظهر عندنا البيبر اللي احنا نبحث عنه وايرلس سنسر نتورك سيرفي، هذه من سنه 2008 منشوره في الكمبيوتر نتوركس العدد 52 الى اخره من التفاصيل الاخرى. ايضا نقرا هنا داونلود تنزيل او طباعه او غيرها من الامور الاخرى. إذا أردنا أنه نستخدم هذه البيبر كرفرنس أو مرجع إلى البيبرات اللي إحنا نكتبها، يمكن الاقتباس مباشرة من عندها بالنقر على هذا المكان اللي هو اقتباس. أيضا هناك عدة أنواع الاقتباسات اللي هي MLA, APA, ISO 690 إلى آخره من الأمور الأخرى، مجرد النقر عليها وأخذها كوبي ونسخها مباشرة في البيبر التي نقوم بكتابتها. لاحظ أنه هنا يمكن تخصيص البحث ويعني إظهار النتائج فقط سنة 2017 أو من سنة 2016 والأحدث من سنة 2013 وإلى آخره، تصنيف بحسب تاريخ براءة الاختراع الريفرنسز إلى غيرها من الأمور الأخرى. هذه هي الأمور اللي تخص البحث العلمي في الجوجل. وأيضا يعني إذا رحنا إلى الصفحة الرئيسية أيضا إلى الجوجل مرة أخرى، لاحظوا هناك الكثير من الأمور اللي يوفرها الجوجل اللي هي مثلا من ضمنها البحث الصوري. هنا يمكن أنه نبحث عن صورة عن طريق البحث الصوتي أو كتابة اسم الصورة اللي هو في عنوانها مثلا، أو البحث باستخدام صور، يعني إذا كان لدينا صورة في داخل الحاسبة ونريد أن نبحث عن صورة مشابهة لها في الجوجل، أيضا مجرد أنه نقوم باستيراد الصورة من داخل الحاسبة، تحميل صورة مثلا من داخل الحاسبة في مكان معين، خلينا نبحث عن صورة معينة مثلا هذه الصورة. إذا أردنا نبحث عن صور مشابهة لهذه الصورة في الجوجل، راح تظهر لدينا كل الصور في الانترنت اللي مشابهة لهذه الصورة والتي تحتوي على أشياء معينة. لاحظ أنه هذه هي الصورة اللي كنا نبحث عنها، وهذه هي النتائج من ناحية الرؤية. قد تكون هي مشابهة قد تكون بعيدة إلى حد ما، إلا أنها بصورة عامة مفيدة هذه الخاصية. كذلك من الأمور الأخرى اللي يوفرها الجوجل هذا المربع اللي هو يحتوي على خرائط الجوجل، بحث في الخرائط أو إيجاد الطريق إلى مكان ما، بحث عام، الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال إيميل الجيميل الجوجل ميل، هذا الجوجل ميل نفسه هو الإيميل، الأخبار ومتابعتها، اليوتيوب البحث على اليوتيوب الفيديو وغيرها، الجوجل بلس اللي هو يشبه الفيسبوك كموقع تواصل اجتماعي، التقويم اللي من خلاله نستطيع وضع كل الأمور الخاصة بأيام معينة، يعني فقط لتذكير بأحداث اللي راح تحصل، لأنه راح يكون هذا الجوجل يعني سواء كان موجود في الحواسيب الشخصية أو الهواتف الذكية راح يقوم بتذكيرنا بالأمور اللي احنا نقوم بتخزينها بداخل التقويم.
الجوجل درايف اللي يوفر لنا مساحة خزن في الكلاود كومبيوتنج، يعني تقريبا تبدأ من 15 جيجا مجانية، وبعدها ممكن يعني زيادتها بشراء مساحة خزن معينة. أيضا يمكن خزن الصور والتلاعب بالصور من خلال جوجل، كذلك يمكن الذهاب إلى الترجمة اللي هي الترجمة من أي لغة إلى أي لغة أخرى، وأيضا عن طريق الكتابة أو عن طريق الكلام تشغيل يعني إدخال الحديث. وكذلك مثلا إذا أردنا أن نترجم شيء مثلا من اللغة الإنجليزية وليكن مثلا فوت باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، إذا أردنا أنه نترجمها إلى الإسبانية مثلا راح تكون باي، إذا ما كنا نعرف أنه كيف تلفظ هذه الكلمة مجرد أنه نقوم بالاستماع لها بي، هذه فيها الإسبانية. وأيضا يعني مختلف أنواع الكلمة في عدة لغات وترجماتها المختلفة. فلاحظ أنه الجوجل يوفر الكثير الكثير من الأمور اللي يفترض لكل مستخدم للإنترنت أنه يكون ملم ومطلع على هذه التفاصيل، لأنه يعني إحنا نستخدم الجوجل والإنترنت بشكل يومي، يعني ليس شبه يومي وإنما يومي في حياتنا اليومية. نقرأ على الجوجل يعطينا كل النتائج، ضربة حظ تعطينا فقط النتيجة الأقرب إلى مصطلحات البحث اللي نبحث عنها. مثلا إذا كنا نبحث عن كود in C++ for، تلاحظ أنه كثير مثلا إذا كنا البابل سورت كمثال، يعني لاحظ هناك الكثير من المواقع اللي توفر هذه الكودات اللي هي جاهزة للتنزيل بدل ما أنه نبحث عنها. هذا موقع هذه هي بالسي بلس بلس إذا كنا نبحث عن الكود نفسه بالجافا أو البايثون، وهنا أيضا يمكن يعني تنفيذه أونلاين واختبار النتائج. إذا أردنا أنه نخزن هذا الموقع للاستخدام لاحقا، مجرد أنه نقرأ على هذه النجمة راح يتم إضافته إلى البوك مارك اللي هو يعني الموقع المكان اللي يتم خزن الملفات أو المواقع اللي إحنا خزنناها سابقا. يمكن الذهاب إليها من خلال هذا المكان بوك ماركس، هذه كل المواقع السابقة اللي أنا قمت بتخزينها واللي يعني بدل ما أحفظ الموقع أنه أستطيع الرجوع إليه في المستقبل من هذا المكان. فلاحظ أنه يعني هذه الأمور يفترض يعني لباحثين أو لمستخدمين الإنترنت ومختصي الحاسوب بشكل خاص، لكل المستخدمين بشكل عام يفترض أنه هذه الأمور تكون من الأساسيات والبديهيات اللي يعرفها الجميع. أتمنى أنه يكون هذا الشرح مفيد وواضح للجميع. إذا كان هناك حاجة لتوضيح أكثر عن موضوع معين يعني خلونا هذه الأمور بالتعليقات، وأنا أعدكم إن شاء الله أنه نقوم بشرحها بأقرب فرصة. شكرا جزيلا للجميع ومع السلامة.